أخبار اليوم. أبناء طلبة الثانوية العامة، شرفني أن أكون معكم أشرح لكم مادة الجيولوجيا. نراجع مراجعة سريعة كده لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية. مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية أولا في الامتحان عشان تكونوا فاهمين ورقة الامتحان تتكون من 5 أسئلة، مفروض تختار منهم 4 أسئلة فقط. 4 أسئلة، زمن الورقة بيكون 3 ساعات، بيكونوا كافيين جدا جدا أن تحل وتراجع عليهم كويس أو هنعمل مراجعة كده سريعة كده على بعض الأسئلة. الأسئلة طبعا موجودة عندكم منشورة في جريدة أخبار اليوم، وهتلاقوا بعض الايه نصائح كده عامة على الورقة الامتحانية. بالنسبة للسؤال موجود عندنا في أول صفحة، موجود عندنا ايه اختار مثلا ايه كوركت أنسر فور ايتش أوف ذا فول. لو سمحتوا أهم حاجة عندي تقرا السؤال كويس. مش مهم عندي إن أنت ايه، يستحسن عندي بالنسبة لاختار بالذات اوعى تختار، اياك تختار الاول، حاول تشطب اجابة او اجابتين وبعدين اختار من الاجابات اللي ايه الموجودة عندك. يعني مثلا تعالوا نبص على السؤال الاولاني. The animals that reduce their activity during the down period resume their activity during the period of. اوعى تفتكر ايه الاجابة هنا بعد الداون بيريد. طبعا مفترض ان ابسط حاجة هبص عليها اللي زي دي. لا، هو بيقول لك ايه، the animals that reduce their activity during the down period resume their activity during، هيرجعوا ينشطوا تاني. هم هيفضلوا طول النهار طبعا نايمين، يبقى ينشطوا امتى؟ ساعة النهار. Oxygen leaks are considered advanced stage of. الاكسبو ليكس، فكر كويس قوي. ليكس ار كونسيدرد ادفانسد ستيج، مرحله متقدمه من ايه هي؟ هنا طبعا كل الاجابات ديت لو بصيت كده واحده واحده نبص على الاجابات، مش عارف. ماتيوريتي ستيج احتمال. هل الاكسبو ستيج ليها علاقه بال؟ لا. اليوث ستيج، ابدا افكر هي الاوكسيبوليكس ار كونسيدرد ادفانسد ستيج بتتحصل از ريزلت اوف ايه؟ طبعا يبقى الاجابه اندر ستيج. فورست فولت از ديفرنت فروم جرابن فولت. فورست فولت از ديفرنت فروم جرابن فولت. ان ايه الفرق بين الفورست والجرابن؟ الروز ار افكتد باي تو فولتس ميبي كوز تكتونيك. بقول لك different from rocks are affected by two faults. طب الاثنين affected by two faults، يبقى ده مش difference، يبقى دي طيب by tension force. مش عارف. احنا لو عارفين ان الهورست بتيجي ايه نتيجه two normal faults، فالنورمال فولت two normal faults الاثنين tension، يبقى معنى وبرضه grabbing according to two normal faults، والnormal faults يبقى برضو tension، يبقى الإجابة ديت مفيش اختلاف ما بينهم، يبقى الجرابن والهورست الاثنين بيحصلوا نتيجة tension force. of the tectonic structure أي faults في الدنيا، أي faults المفروض إن هو نتيجة tectonic structure. أنا ما أعرفش بقى الإجابة، يبقى الإجابة طبيعية جدا. حاولوا يا أولاد احذف الأول إجابات، احذف إجابات هتلاقي الإجابة اللي عندك، ونيجي برضو نتأكد ان دي الاجابه الصح. اتاكد برضو the presence of two hanging walls، يبقى هو ده ايه الاجابه اللي عندي. which of the following crystals presents the halite mineral. السؤال ده لذيذ جدا جدا. بصوا يا جماعه، ان انا اعرف الهالايت مينرال هي مفروض كيوبيك. الهالايت مينرال المفروض ان هي كمينرال از كيوبيك. طيب تعالوا نبص برضو ايه، انا هنا كلوبنر ايكوانس نيدل ليكي، مفيش كلمه خالص، في حاجه غلط في الامتحان. نبص نيجي نتاكد تاني. طبعا الكلوبنر مش ممكن خالص، النيدل مش ممكن خالص، الفليكي مش ممكن خالص. تعال بقى، انا ايكوانس مش عارف ايكوانس يعني ايه. ايكوانس يعني هاد ايكوال 3 دايمنشنز، يبقى هو الكيوبيك. بس انا مكسوف اقول كيوبيك فكتبتها لك او هي دي، ده مكتوب عندي في المنهج اسمها ايكوانس مش كيوبيك، يبقى دي الاجابه الصح. The rock salt deposit had accumulated in Central Europe during
بيريد. ده سؤال مباشر جدا جدا جدا. كاربونيفرس نعرف دوت كول. بيرميان مش متذكر. جليشياز ديت ما فيهاش خالص 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 مش ايه مش بيريد. كريتيشياس كريتيشياس ده حصل فوسفيت. يبقى هي اللي عندها الاجابه الوحيده البيرميان. بالنسبه برضو نصيحه اخيره بالنسبه للشوز اياك ان انت تختار. نصيحه احذف الاجابه الغير صحيحه وبعدها ابدا ايه في الاجابات. ماشي؟ او طلعت تقريبا الاجابات كلها تبقى سهله جدا 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 لو فكرت ببساطه قوي قوي ايه الحاجات اللي احذفها. في سؤال اللي هو ايه الستريت باي دروينج ا موديل اوف اورجانيزمز اند كومبير فور اوبجكت السؤال لتر سي. طبعا الليتر بي What is meant by each of the following؟ ده بتسمع السؤال على طول بتقول السؤال زي سبيتس ايه سبيتس كده. انا يهمني اول الاسئله اللي فيها الرسم. الاسئله معظمكم مهتمين جدا جدا بالرسم. الرسومات بتاعت الجيولوجيا ابسط الرسومات على الاطلاق. مش هقارنها بين مع البيولوجي ولا الكيمستري ولا الفيزيكس. رسومات الجيولوجيا بسيطه جدا جدا جدا. حاولوا قدر الامكان قدر الامكان تهتموا بيها قدر الامكان. درجتها مهمه مهمة جدا جدا سيمبل جدا جدا عن البيولوجي وعن الكيمستري وعن الفيزيكس. وليها درجاتها مهمة قوي. Illustrate by drawing a model of organisms and components for objects and ecosystem and its relationship to the operation with cycling of matter using organisms from marine ecosystem. خد بالك من الحتة دي. هو عاوزك الرسمة رسمة مشهورة جدا جدا في الباب الأول في البيئة علوم البيئة في رسمة مهمة جدا 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 طبعا كلكم عارفينها. الرسمة ديت هو الراجل هنا بيقول لك ارسم لي الرسمة بس بيقول لك ايه using organisms from marine ecosystem marine ecosystem. الرسمة دي طبعا الرسمة مشهورة جدا جدا كلكم عارفينها. هي الرسمة عندي لو هرسمها لو الرسمة هرسمها عادي جدا مفيش مشكلة خالص. المفروض ان انا هكتب ايه بروديوسرز هيربيفورس كارنيفورس ديكومبوزرز هكتب ايه اليمنتس اند ووتر اند اير. هو الراجل هنا بيقول لي يوزنج مارين اورجانيزمز مارين اورجانيزم فبالتالي هستخدم المارين اورجانيزم. ايه البروديوسرز الموجودة في المارين؟ ايه البروديوسر الموجودة في المارين؟ الجي. يبقى ما اكتبلوش بقى ايه؟ ما اكتبش هنا اكتب له ايه؟ بروديوسر وبس. بروديوسر اي بروديوسر في اي دنيا بلانت. انا عاوز هنا ايه البروديوسر الموجوده؟ ايه البروديوسر الموجوده ايه؟ بالنسبه البروديوسر الموجوده بالنسبه للايه؟ المارين. يعني مثلا نمبر 1 كاتب لك انا هنا نمبر 1 فنمبر 1 بروديوسر لا البروديوسر اللي هو بيمثله ايه؟ فايتو بلانكتون اند الجي. كويس؟ ده بالنسبه لايه؟ ديت. هاجي مثلا ايه؟ نمبر 2 انا مفترض في الرسمه اللي عندي اكلات عشب بس انا عاوز اعرف اللي في المارين ايه ايه الاكلات العشب اللي في المارين ايه اكلات العشب اي انا كاتب لك هيربيفورس عادي جدا مفيش مشكله زو بلانكتون انكلود بروتوزوا وورمز سمول كراتيشيز لارفي يبقى دوت ايه ده اللي عندي في المارين انا مش عاوز مجرد تقول لي هيربيفورس وبس لا نيجي لنمبر 3 انا عندي هنا مفروض ان هي كارنيفورس لا انا مش عاوز كارنيفورس وخد بس ايه الكارنيفورس الموجوده في المارين ايه الكارنيفورس الموجوده في المارين انا عندي سمول فيش عندي كارتيشيانز مولاسكس عندي سمول فيش وبين بعد كده بيج فيش عندي شاركس عندي دولفينز عندي مارين بيردز عندي ويلز
اي حاجه اكتب لي اثنين ثلاثه منهم كاكزامبل، اثنين ثلاثه بس منهم، مش لازم تكتب كل دولت، بس اكتب لي ايه، انا عاوز منك اكزامبل من مارين، من المارين ايه انفايرمنت، زي ما هو سائل في السؤال، هو ما سالكش قال لك ارسم لي الرسمه دي وسكت، قال لك يوزنج مارين اورجانيزمز، يبقى استخدم مارين اورجانيزم. دي مثلا نمبر 4 دي كومبوزر، خلاص دي كومبوزرز، دي ما فيش مشكله ان دي كومبوزرز في اي حاجه في المارين في اللاند هي هي. اليمنتس ووتر اند اير ما فيش مشكله. ديد ما فيش، هنا هنقول ايه، ابزوربت لايت انرجي اند ديسبيست ثيرمال انرجي. الرسومات يا اولاد الرسمه بتبقى بسيطه جدا جدا ان انا ارسمها، ممكن ترسمها باي طريقه، المهم ان انت ترسم البيانات بتاعتها مظبوطه وتكون قدر الامكان دقيقه. نرجع تاني لايه، للامتحان. رايز السنتيفيك تيم الجي اند بلانكتون ويتش ار ذا فيرست تروفيك ليفل ان ذا مارين فود تشين. الساينتفك تيرم بسيطة جدا، تبقى جمل بسيطة جدا. يبقى عندي ايه؟ عندي اللي هو الفايتو بلانكتون الموجودة، الالجي والفايتو الفايتو بلانكتون الموجودة في المارين. طيب mineral has fractures has not cleavage. mineral ده سؤال كتير قوي قوي بيتكرر في الثانوية العامة. A mineral has fracture and has not cleavage. A mineral has fracture and has no cleavage. هنقول ايه؟ هو الكوارتز. The external factors working enriching it and should be equated with the sea level. ده اللي هو ايه؟ اللي البيز اوف ايروجن، البيز ايه؟ اوف ايروجن. نمبر 4 a scale used to compare between the magnitudes of two earthquakes. الحته دي في ناس كتير جدا جدا بيلخبطوا فيها. انا عندي في اتنين سكيلز بنستخدمهم، في واحد ميركالي وفي ريشتر، ميركالي وريشتر. طبعا اللي بيقيس الماجنتيود البيز الماجنتيود يبقى ريشتر، ريشتر سكيل. انوال بلانتس جرو افتر ذا رين اند ديسابيرنس ذا دراي سيزون، ديسابير ان ذا دراي سيزون ليفينج ذير seeds in. دي طبعا التيمبرري فيجيتيشن، التيمبرري الكساء الخضري المؤقت. الاسئله بتاعت الكومبارزون يا ريت تهتموا بيها قوي قوي قوي. الاسئله بتاعت الكومبارزون كومبير بتوين مهم قوي قوي. في عندي سيرتين الكومبير، ممكن يقول لك كومبير بتوين اند، ممكن يقول لك ايه فايند ذا سيميلاريتي اند ديفرنس بتوين، سيميلاريتي اند ديفرنس ايه بتوين. هنشوف مثلا، هنشوف السؤال ده، صيغه السؤال ده، السؤال ده mention one similarity and one difference between each of the following. انا عاوز هنا just one، تقول لي one similarity and one difference between. تعال نشوف بقى واحده واحده كده في الاسئله ديت. بالنسبه eroding of agricultural soil and spreading of urbanization، ايه السيميلاريتي بينهم؟ ايه السيميلاريتي بين ان انا اعمل ان بيحصل erosion للagricultural soil والspreading of urbanization؟ اولا بالنسبه لبوث اوف ذيم، بوث اوف ذيم الاثنين بيعملوا ايه؟ ديستروي تو اجريكلتشر سويل، الاثنين بيدمروا التربه الزراعيه، الاثنين بيدمروا التربه الزراعيه. دي السيميلاريتي. طب الـ ايه الديفرنس بينهم؟ اديني الديفينيشن بتاع ديت واديني الديفينيشن بتاع ديت. الريموفال اوف سويل دوت الايه؟ اللي هو الايروجن او الايرودين. سبريدنج اوف اوربانيزيشن ان انا ايه؟ تو بيلدينج او كونستراكشن بيلدينج اون ايه؟ agricultural soil. ده الاختلاف اللي بينهم. اي اختلاف بينهم هيبقى صح، السيميلاريتي بينهم بس ايه؟ جيب لي واحد سيميلاريتي، الاثنين بيدمروا destroy the agricultural soil. false and false. تعالوا بقى بصوا كده معايا،
ايه السيميلاريتي بتوين فولز اند فولز؟ في عندك حاجات كتير قوي قوي. اولا البوث اوف ذيم تكتونيك ستراكشر اوف تكتونيك ستراكشر، الاثنين بسبب از ا كوز اوف انتيريور باور فروم ذا انتيريور ايرث. الاثنين ممكن تكتب اي حاجه من دول. طب ايه الديفرنس بتوين ذيم؟ الديفرنس بتوين ذيم، اديني الديفينيشن بتاع ده واديني الديفينيشن بتاع ده. مثلا بالنسبه للفولت، اتس بيندنج اوف الارث كراست اكوردنج تو بريشر فورس، اكوردنج تو بريشر فورس. الفولت بالنسبه للفولت طبعا اكيد بسبب ايه؟ كسر في الصخور، يبقى ايه؟ فراكشر ان ذا ايه؟ ان ذا روكس باي ذا ايه؟ انتيريور فورس. الاوريجين اوف ذا الاوريجين اوف ريد سي اند ذا اوريجين اوف اتلانتيك اوشن، الاوريجين اوف ريد سي اند ذا اوريجين اوف اتلانتيك اوشن. ايه السيميلاريتي اللي بينهم؟ الاثنين بسبب بليت تكتونكس، بسبب بليت تكتونكس موفمنت. طب ايه الديفرنس بتوين، ايه الديفرنس بتوين ريد سي اند اتلانتيك اوشن؟ الريد سي از ا ريزلت اوف سبليتنج، ريزلت اوف سبليتنج اوف African continents. African continents. طيب الاتلانتيك اوشن is a result of a splitting of Gondwana continents. Gondwana continents. يبقى ده نتيجة تفتق القارة الإفريقية. أما الاتلانتيك اوشن نتيجة تفتق قارة جوندوانا. دي قارة قديمة جدا زي ما انتوا عارفين ايه فيها. طيب جرانيت اند ساندز، السؤال ده لذيذ قوي. ايه السيميلاريتي بينهم؟ جرانيت أن... فكر كده ايه، طب انا اعرف ان ده اجنس وده سيدمنتري، ده الفروق حاجات كتير قوي قوي قوي، بس عاوز اعرف السيميلاريتي. لو تفتكر من الكومبوزيشن بتاعه الجرانيت، فيها فيلسبار، فيها مايكا، فيها كوارتز. طب نيجي بقى الكيميكال كومبوزيشن اوف ايه ساند. الساند بيتكون من ايه؟ بيتكون من كوارتز، ميلي اوف كوارتز. يبقى ده في كوارتز وده في كوارتز، يبقى السيميلاريتي بتاعتهم ان هم ايه؟ بوث اوف ذيم كونتين كوارتز. دي السيميلاريتي. دور على اي حاجه في السؤال ده لما يجي يقول لك سيميلاريتي والديفرنس، دور على اي حاجه، فكر كيميكال كومبوزيشن، فكر في اي حاجه. طب تعالى نشوف الديفرنس. عندك ديفرنسز كتير قوي 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 قوي. يعني مثلا ده ايجنيس روكس، ده سيدمنت روكس، ده ميلي فرايبل، ده بيبقى ايه؟ ماسيف. عاوز تجيب اي حاجه جيب. بيبقى ايه؟ بيبقى ده دايما فورمد ان بلوتونيك اندر بينيث ذا اير سيرفيس، بينيث ذا اير، بيتكون تحت الارض. ده بيتكون بيبقى ايه؟ معظمه بيبقى كونسوليديشن اوف ساندز اباف الارث. The mature residual soil and mature transported soil. ايه similarity between residual soil and transported soil؟ Both of them contain grains of mud, humus and sands. طيب ايه difference بينهم؟ عندك difference كتير قوي 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 قوي. اولا دوت التكشر في جراديشن في التكشر، ده ما فيش ايه جراديشن في التكشر. ده سيميلر تو بيد روك، ده ديفرنت فروم بيد روك. ده فورمد ان اتس بليس، ده فورمد ان انذر بليس اند ترانسبورتد ذا ريسنت بليس. الامتحان يا اولاد لما تيجوا تحلوا في الامتحان ركزوا كويس قوي في الاسئله، اقروا كويس الاسئله كويس. لو سمحتوا ما يهمنيش ان انت تقرا راس السؤال، اي سؤال مهما كان ما يهمنيش تقرا راس السؤال. منشن وان اكزامبل فور اتش اوف ذا فولوينج، مش على طول ايه مجرد تقرا راس السؤال كده على طول ايه تجاوب، لا اقرا الاجابه تبدا معاك مع اخر مع الفول ستوب. اوعى تبدا بي. دايما ركزوا في الاجابه، خدوا وقتكم، راجع الورقه كويس قوي، هيبقى عندك وقت المراجعه. ربنا يوفقكم ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يكرمك.